اليوم المباراة النهائية، أي فريق سوف يحمل كأس البطولة؟ نزلوا على الملعب ماتش اليوم ولا أصعب، الفريقين قوية كتير، مين البطل رح بيصير؟ كابتن فجأة استنفر والحكم دغري صوفر، بلش ماتش الفوتبول، مين اللي رح بيفوت جول؟ ما زالت النتيجة التعادل السلبي، دقائق قليلة قبل نهاية الشوط الأول. فريقنا مع الطابة هجم بلا رقابة، رقم خمسة مرق باس، فجأة الدفاع وقفوا حراس، صاروا واحد عتلاتة بس هدفنا ببرادة، شاف عاليمين فرصة شاط واجت بالعارضة. بعد استراحة الشوط الأول يعود الفريقان إلى أرض الملعب. رجعوا على الملعب تاني شوط كتير أصعب، دفاعهم مثل القلعه بس الكابتن بآخر لحظة، من المسافة الوسطى شاط الطابة عالمرمى، نقطعت الأنفاس، معقولة يربح الكاس؟ شوطة سريعة على المرمى، حارس المرمى يقفز عاليا، هل يستطيع أن ينقذ فريقه؟ تمر الطابة جنب يده وجول!